صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية. مجد الميدان أعطي لك يا مصر. صيف التظاهرات المصرية أعاد حرارة يناير، واندفعت ملايين الغضب إلى شوارع امتلأت عن بكرة أحمرها، ومطلبها الواحد: ارحل. سهرة الشوارع الرافضة لحكم مرسي قررت الاعتصام الدائم والمتواصل في مشهد لم ينافسه إلا سهرات الشعب عندما أراد رحيل حسني مبارك وكان له ذلك. والتظاهرات التي بدأت سلمية خرقت بالدم بعد أن حاول مجهولون اقتحام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم مستخدمين زجاجات المولوتوف وحطموا واجهته، ووقعت اشتباكات بين عدد من المتظاهرين وشباب جماعة الإخوان المسلمين في المكان نفسه. وفي بني سويف أعلنت وزارة الصحة المصرية عن مقتل شخص وإصابة العشرات جراء اشتباكات بين المتظاهرين. جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة أعلنت أن خروج الجماهير المصرية هو تصديق على سقوط نظام الرئيس محمد مرسي، وطالبت المواطنين أن يستمروا في البقاء السلمي في جميع الميادين والامتناع عن التعامل مع الحكومة الإخوانية الساقطة حتى سقوط آخر معاقل هذا التنظيم المستبد. ومن رابع العدوية، تحرك مفتي الربيع الشيخ يوسف القرضاوي متهما بلطجية النظام السابق بالوقيعة بين المصريين، وسأل: إذا صبرنا على مبارك 30 عاما فلماذا لم نصبر على مرسي عاما واحدا؟ ودخول القرضاوي على سير التظاهرات دعما لرابع العدوية قد يهرب الاستثمارات الشعبية لمرسي، علما أن ملايين الرئيس كان لها ثقلها أيضا في الشارع المصري. أولى الضحايا السياسيين للتظاهرات ضد الإخوان جاءت باستقالة وزير الدولة للشؤون القانونية والبرلمانية المصرية حاتم باجاتو تضامنا مع المتظاهرين المعارضين. أما في العصيان اللبناني فإن أولى مظاهره تتجلى في ساحة النجم اليوم مع الجلسة التشريعية التي عاداها الجميع إلا الداعي لها بطول التشريع. وآخر المقاطعين هو العماد ميشيل عون الذي أعلن عبر الجديد أنه سيتغيب بسبب جدول الأعمال، وقال: قد لا يكون نصاب أو لا تتوفر الميثاقية. وأعلن عون أنه يقوم بإعادة نظر حول علاقته بحلفائه، ولكن ليس بكل شيء لأن هناك أمورا بعيدة المدى لا يمكن النظر فيها. وتحدى الجنرال أن يكون قد طرح اسم شامل روكوز كمرشح لقيادة الجيش أمام أي جهة، لكنه دافع عن سيرته الذاتية وعن حقه في هذا المنصب، معتبرا في الوقت نفسه أنه لا يصاهر أيا كان. إذن المعارضة المصرية تدعو المتظاهرين للبقاء في الميادين، والرئاسة تعتبر أن الحوار هو الحل، وعدد المتظاهرين في الميادين إلى ازدياد. لم يتغير المشهد في ميدان التحرير في القاهرة في ساعات المساء، بل أضيف إلى صورة الميدان المكتظ بملايين المصريين التواقين إلى التغيير ميادين أخرى وساحات ملأها الساعين إلى تحقيق الثورة رقم 2، هذه المرة في وجه حكم الرئيس محمد مرسي والإخوان المسلمين. في المقابل استمر اعتصام المؤيدين من الإخوان والأحزاب الإسلامية لمرسي أمام مسجد رابع العدوية شرقي القاهرة، وحاول مجهولون اقتحام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم مستخدمين زجاجات المولوتوف وحطموا واجهته، ووقعت الشباكات بين عدد من المتظاهرين وشباب الجماعة في شارع رقم 10 الذي يقع فيه المقر، ويشهد الشارع والشوارع الجانبية حالة من الكر والفر بين المتظاهرين المصرين على اقتحام المقر وبين شباب جماعة الإخوان الذين يدافعون عنه. وفي بني سويف أعلنت وزارة الصحة المصرية عن مقتل شخص وإصابة 36 آخرين في ميدان الشهداء جراء اشتباكات بين متظاهرين ينتمون لحركة 6 أبريل وتمرد من جهة وقوى إسلامية.
جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة أعلنت أن خروج الجماهير المصرية اليوم هو تصديق على سقوط نظام مرسي، وأضافت الجبهة في بيان عنونته باسم الثورة رقم 2 إن الشعب المصري مستمر في استكمال ثورته، وطالب البيان جميع المواطنين أن يستمروا في البقاء السلمي في جميع الميادين والشوارع والقرى، والامتناع عن التعامل مع الحكومة الإخوانية الساقطة كما وصفوها حتى سقوط آخر معاقل هذا التنظيم المستبد. الرئاسة المصرية بدورها ردت بالقول إن مؤسسة الرئاسة تحرص على إجراء الحوار. وتهيب مؤسسة الرئاسة بجميع المتظاهرين نبذ العنف والحذر وتسلل الخارجين على القانون وسط جموعهم ومعاونة قوات الداخلية التي تقود حملات متواصلة للقبض عليهم في عدد من المحافظات. كما تدعو مؤسسة الرئاسة جميع أبناء الشعب المصري العظيم إلى الحفاظ على النسيج الواحد والوقوف ضد أي محاولات لإثارة الفتن بين أبناء الوطن، وأن تتسع صدورنا للاختلاف في الرأي، فتنوع الآراء سمة المجتمعات الديمقراطية، ويلزمنا مناخ الحرية أن نستوعبها بالتسامح وأن نتقبل التعدد في الآراء وأن نتعلم كيف ندير اختلافنا بديمقراطية تحمي حريتنا ولا تضر بأمن الوطن ووحدته. هناك انفتاح كامل على كافة المبادرات وفقا للدستور والقانون، وهناك مرونة، يعني ليس بالضرورة انعقاد أي حوار في إطار مؤسسة الرئاسة أو بمؤسسة الرئاسة أو في أي مكان آخر. وكان المصريون بدأوا بالتوافد إلى ميدان التحرير وباقي الميادين في باقي المحافظات لاسيما الإسكندرية منذ الصباح، استجابة لدعوة حملة تمرد التي أعلنت أنها جمعت 22 مليون توقيع لسحب ثقة من الرئيس وأجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ووصلت حشود كبيرة إلى محيط قصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة. أيضا نظمت مجموعة من ضباط الشرطة مسيرة في اتجاه ميدان التحرير، كما خرج مثقفون مصريون وفنانون في مسيرة من مقر وزارة الثقافة في حي الزمالك، حيث يعتصمون منذ 3 أسابيع باتجاه ميدان التحرير. أعلن العماد ميشيل عون في حديث لقناة الجديد ضمن برنامج الأسبوع في ساعة أنه سيطعن بالتمديد لقائد الجيش إذا حصل، واعتبر أن بري وحزب الله ليس من أولوياتهما بناء الدولة. المجلس في شرع. في شرع بدون فتح دولة استثنائية، يعني هلا بيقولوا في فريق بيقول إنه بتكون بانعقاد دائم حتى تعطي الثقة للحكومة بس تتألف. أنت مع هذا الرأي؟ بيقولوا إيه؟ أنت مع هذا الرأي؟ أنا مع هذا الرأي، إنه قادر استثناء فيها تنعيد لكن بدها مرسوم. ولكن كمان عم بقول لك بتضل وجهة نظر، أنا ماني عالم دستوري يعني. ولكن موقفك السياسي، موقفك السياسي شو هو؟ موقف السياسي أنا بدي أقاطع الجلسة بكرة، مش لهالأسباب هيدي. لأي أسباب؟ إيه؟ لأسباب جدول الأعمال. تحديداً ما له علاقة بالتمديد لقائد الجيش وغيره حكيت عنه أنا مبارك كحال فيش لزوم نروح، لأنه في قسم كبير مقاطع جلسة يمكن ما يكون في نصاب، وإذا في نصاب ممكن ما يكون في ميثاقية. أنا أصرت على صورتي ومثالي، أنا ما سيهرت مين ما كان، إذا ما كانوا كفاءة شامل روكوز، العميد شامل روكوز عنده سيفي بالجيش وعنده زملاء، وقت اللي بدهم يعينوا قائد جيش بيطلعوا على السيفي تبعه وبيطلعوا على السيفي تبع الاخرين وبيقارنوا، كمان وعنده سمعه معينه. انا ما بتدخل فيه، اذا كان في احسن منه مبروك عليهم، اذا كان هو الافضل اوكي بيكون هو مستحق. بس ما حدا بيسترجي يقول ولا لازم يقول صهروا العماد عون هانديكاب لإله، شو أنا قاطع طريق مثل هو الزعران سارقين الخزينة؟ طيب بس عم بينقال يعني إنه قصة السيفي، طيب إنه في سيفي والآخره، بس
المشكله انه ما في اجماع لانه صهرك، يعني في مشكله لها علاقه بانه عند البعض هو اسم مستفز او اسم فاقع بين مزدوجين سياسيا لانه صهرك، يعني في قسم من الناس هكذا ينظرون انه هاي المشكله موجوده. بيقول صهري بيخسر حقوقه المدنيه، طيب هذا التربيه مش لازم نغيرها؟ مش لازم يجي يوم ما نكسر النظره انه هو لسه شخص معلق فيه؟ امتى صار صهري؟ تاريخ حياته امتى صار صهري؟ وشوف تاريخ حياته والجيش، انه بمجرد ما تزوج بنتي سقط من حقوق المدنيه؟ شو الشعب الطز هيدا؟ شو السياسيين الطز؟ وعن حالة الأسير انتقد عون الغطاء السياسي الذي حماه وموله، وسأل لماذا كانت وراءه معدات للاغتيال، ووصف جعجع بالمعتوه. الدكتور سمير جعجع سؤال أنه تعليقا كمان على اللي أنت ذكرته، قال أنه إذا كان ثمة من يجب على القضاء المختص استدعاؤه فهو التكتل الأكبر في هذه الحكومة. طيب بعد ما عمرتش معراب أنا حتى يقول لي سمسرة ومصاري، بعد ما بين علي بركي مخبيهم، بيقول لي منين عمر مخبيهم منين عمر معراب؟ ليك زلمة بيعتبر فقد أعصابه لأن حد يحكي حكي مثل هيدا؟ إيه فقد أعصابه؟ هذا بيتحاكم عليه إذا بده يتشكى عليه بس ما بيحرز. وين الإثباتات تبعه؟ وين الإثباتات تبعه؟ السمسرات والصفقات وين الصفقات؟ والتحريض والمساومات. التحريض شو؟ وين التحريض؟ زلمة صار معتوه هيدا. برأيك أحمد الأسير وين؟ بالتأكيد بعده طيب، موجود في مكان ما. أنا مين عم بيموله كيف؟ مين عم بيعطيه مصاري؟ مين؟ في ناس أكيد وراه. طيب لا طيب فين يسألوا لكن عنده بعض المعدات للاغتيالات وكتير متطورة يعني مكل فيه وجاي من بلاد متقدمة تقنية. سألوا نفسهم ليش هول عم يدافعوا عنه؟ طيب فهمنا حمل سلاح وبده يحمي حاله هونيك، بس أدوات الاغتيال لمين؟ ليك بدي أقول لك شغلة، هودي ما استحوا ولا راح يستحوا، وهودي ما فعلاً هم بيعملوا هيك. هلا نواياهم ما عرفت نوايا فقط، إنما مقروني بعمل عنا بالتكتل، ما حدا بيجي غصب عنه ما حدا بيبقى غصب عنه. فأذن كل واحد حر يبقى أو حر يروح، بس تشناك ما راحوا، عم يجوا على الاجتماعات. المرضى؟ ايه المرضى؟ المرضى اجى امبارح صفين دويهي، نايب صفين دويهي. نايب سلمان فرنجي بيقول انه انت بالنسبه له مثل بي او خي. نحن عندنا نفس الشعور تجاهه. وبيقول انه طالما انك بهذا الخط والموقع فما بيختلف معك. ولكن قال انه في سوء تفاهم بمكان معين. أنا مش فاهمين سوء التفاهم من أين جاي. أها. وما سألت أو استوضحت؟ إيه؟ ما استوضحت؟ لا لسه منين جاي؟ لسه بدي استوضح، وقت الواحد بيزعل مني بيجي يقول لي أنا زعلان أو مش فاهمين قضية معينة. أها. وخاصة إذا بقرا هالشيء بالجريدة أو على التلفزيون. إيه هيدا مش مألوف بيناتنا. إذا أنا مثل بيو ما بيحكي عن بيو بالجرايد، أنا فايت وعندي حلم بدنا نعمل دولة. هلا مش بأولوياتهم، وخاصة الأستاذ نبي أبدا ما مش بأولوياته. مش بأولوياته يعمل مش دولة؟ مش بأولويات حدا، إيش هو وغيره يعني كل الناس بالبلد مش أولوياتهم، شو كيف بيعالجوا الأمور العامة؟
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يؤكد لرئيس الجمهورية والحكومة أن وجود اللبنانيين في بلاده مصان. أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن وجود اللبنانيين العاملين في قطر مصان، وأن اللبنانيين في قطر هم بين أهلهم وهم يلتزمون قوانين دولة قطر ويحترمونها. ونوه الشيخ تميم خلال استقباله رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في الديوان الأميري في قطر في حضور الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بدور اللبنانيين الإنمائي في قطر في مختلف المجالات. من جهته هنأ الرئيس سليمان الأمير تميم بمسؤولياته الجديدة في قيادة قطر، متمنياً متابعة مسيرة الشيخ حمد بالنسبة إلى العلاقة الثنائية بين البلدين وتعزيزها وتطويرها. وتناول اللقاء الأوضاع في المنطقة لا سيما في سوريا وضرورة إيجاد حل سياسي ووقف العنف والقتل والتدمير. وكان قد عاد رئيس الجمهورية والرئيس ميقاتي ونائب رئيس الحكومة سمير مقبل إلى بيروت بعد الظهر من العاصمة القطرية التي توجهوا إليها صباحاً لتهنئة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتوليه منصبه كأمير للبلاد. التقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جملاط في دارته في كليمانسو نائب وزير الخارجية الأمريكي ويليام بيرنز، ترافقه السفيرة الأمريكية مورا كونيلي في حضور وزيري الأشغال العامة والشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال غازي العريضي ووائل أبو فاعور وتيمور جملاط، ليغادر بيرنز دون الإدلاء بأي تصريح باتجاه بيت الوسط، حيث التقى رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة وعددا من أعضاء الكتلة وبحث معهم المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية. في الخاص، بيروت إلى مزيد من التقنين وارتفاع في التعرفة، تحقيق للزميلة يمنى فواز. ما عادت مدينة بيروت استثنائية، فهي أيضا باتت تغرق في العتمة. فوزارة الطاقة قررت أن تشارك العاصمة في الأزمة الكهربائية أسوة بالمناطق اللبنانية كافة. بتجي يعني بتروح ل بتجي الساعة 9، بتروح الساعة 12، بتجي الساعة 3، هيك عم قليل قليل. قد ايه كانت بالعادة؟ كانت بالعادة كل 24 ساعة تنقطع عرب 3 ساعات. ايه، ومن أي متى بلشت هلا تنقطع هالقد؟ بلشت من شو شهر وجاي عم تنقطع 3 ايه 3 لا إيه؟ بس يعني بتروح 3 ساعات بتجي 3 ساعات، ساعتين وثلاثة ايه، رجعوا بعدين صاروا يقطعوا 3 بثلاثة ايه، لما علع الحركة بصيدة صار يقطعوا 12 و15 وما يجيبوا لنا الا ساعتين وثلاث ساعات. والله ما بتسوى بالمرة، هلا يعني امبارح قطعوها بالليل، امبارح قطعوها بالليل، كم ساعة انقطعت؟ على بكره لاجي. ايه يعني مع هالشوب شو فيكم تعملوا؟ شو بنعمل؟ ما عم نعمل شيء، عم نقعد عم ننحرق حرق. لهلا صار لها شي جمعة عم تنقطع 6 ساعات. ايه، قبل قد ايه كنت تنقطع عليه؟ قبل 3 ساعات. ايه، وشو عم يعملوا سكان البناية؟ شو عم يعملوا؟ بندور الموتير وخلص. أنا ما فيني أشتغل بدون كهرباء يعني. ايه، عندي تليفونات بديش أشتغل بدون كهرباء. ايه، والاشتراك عم بيلبي؟ لا، ما بيلبي كثير. لا، اللي ما بتوفي معهم. ايه، كان بالأول يدور على 3 ساعات بالنهار، هلا 7-8 ساعات. ايه، ما بيدوروا. وشو عم تعمل انت يعني؟ في عندك بضاعة؟ عندنا البوظة، نحن مشكلتنا البوظة. ايه، عم بضل مسكرين البراد يعني، عم يمشي الحال هيدي. بيرو بيجي ساعة، بيرو بيجي. بالاحداث انقطعي، في احداث بس هلا ما في احداث. لا احد من السكان الذين التقيناهم يدرك سبب انقطاع التيار الكهربائي ساعات طويلة في المدينة التي لم تشهد مثل هذه الحال سوى في الاحداث الاهلية. التقنين ترافق ورفع التعرفة في العاصمة حصراً ما استدعى تأهباً من النائب محمد قباني. جبران باسيل لا يحترم هذه الخصوصية، بالعكس عنده حقد على العاصمة ويتعامل معها بكيدية ولا يخفي هذا الأمر. يعني أكثر من مرة طلع على مجلس وزراء أنه بده يعمل تقنين ببيروت مثل بقية المناطق، مجلس وزراء خذله، رجع طلع بنظرية قبل شهرين انه فاذا بده يدفع اهالي بيروت اكثر. الجواب اللي نحن قلناه انه بيروت من حوالي 15 سنه توقفت فيها الموترات هدول تبع الاشتراكات لانه صارت 24 ساعه بكل لبنان، فلذلك التغت المولدات، رجعت ببقيه المناطق وبقيت ممنوعه ببيروت.
طيب قال إذن أنتم لأنه ما عم تدفعوا اشتراكات موتورات بدكم تدفعوا اشتراك الموتور، يعني قيمة التعرفة تبع الموتور تدفعوها لكهرباء الدولة. إذن فعدالة وزارة الطاقة تتمثل بزيادة ساعات التقنين في العاصمة وليس بخفضها في المناطق الأخرى. كيف يستخدم المكفوفون مواقع التواصل الاجتماعي وهل غير ذلك حياتهم؟ تحقيق للزميل ناصر بلوط. ما يعانيه الكفيف من معوقات في الحياة الواقعية قد لا يعانيه في الحياة الافتراضية، إذ قد تكون التكنولوجيا أكثر رؤيوية قياساً على الحياة. فمهند بركات ككثير من المكفوفين لا يجد صعوبة في استخدام الكمبيوتر بشكل عام ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص. الأشخاص المكفوفين بيقدروا يستعملوا على القليل 95% من الكمبيوتر. هن بيقدروا يستخدموا البرامج الناطقة اللي الجوز واحد منها والNVDA وغيرها من البرامج. ونفس المبدأ كمان على التليفونات أو على معظم التليفونات ومن ضمنهم التليفونات الذكية يلي كمان صارت فيها تكون مجهزة بالبرامج الناطقة. من خلال هيدي البرامج نحن فيها نستعمل الكمبيوتر والتليفون، وبالتالي نقدر نستعمل معظم الأشياء المتاحة على التليفون وعلى الكمبيوتر. هذا البرنامج الناطق يساعد مهند على ولوج مواقع التواصل الاجتماعي من سكايب إلى فيسبوك وتويتر ويوتيوب. المشكلة الوحيد البسيط اللي هلأ ممكن يواجهه هو الصور يلي مش مرفقة بكتابة، بكونوا بحاجة إنه يعرفوا شو هي هاي الصورة لحتى ما يكونوا عم يعملوا لايك لصورة مش عارفين مضمونة أو شير لصورة مش عارفين عن شو بتحكي. ممكن هون يحتاجوا لأنه يسألوا حدا عن مضمون صورة، أما بقية تفاصيل الفيسبوك من إنشاء صفحات أو المشاركة بصفحات الانضمام لها تنزيل وتحميل الصور كل شيء بيقدروا يعملوه وبدون أي مشاكل تانية. والمفارقة أن هذا البرنامج استطاع دمج الكفيف في المجتمع الافتراضي فيما عجزت الدولة عن دمجه في المجتمع الواقعي. أنا البرنامج الناطق، أنا من يخول المكفوفين استخدام الكمبيوتر، أنا وبأصواتي المختلفة أصل المكفوفين بعالم الإنترنت وعالم التواصل الاجتماعي، وأنا أتحدث إليكم الآن نيابة عن ناصر بلوط قناة الجديد. أهلا بكم من جديد. بعد 7 سنوات حوالي 4000 مؤسسة وشركة ومعمل في الجنوب لم تعوض الدولة على أصحابها حتى اليوم أضرار حرب تموز. هذه المحال التجارية في مدينة النبطية كانت مدمرة كليا من جراء حرب تموز عام 2006. مرت 7 سنوات على تلك الحرب ولا فضل للدولة اللبنانية في إعادة هذه المحال إلى أفضل مما كانت عليه. أصحابها مع أحزاب المنطقة تولوا المهمة. يعني صاروا جايين عنا مرتين لهون، بسنة 2006 إجوا كشفوا عنا، ومشي شهرين لبعد 6 سنين أو أكثر من 6 سنين، 7 سنين تقريبا مقارب 7 سنوات، إجوا لعنا كمان رجعوا أعادوا الكشف من أول جديد وحملوا حالنا وراحوا. هلا عن جديد إجوا كشفوا بس تيعمروا المحلات لأصحاب المحل، نحن مستأجرين أجار. بس على بضاعتك. على البضاعة قالوا لنا ما في هلا. ونحن للضاعة قد حق الحجارة على 20 مرة. 3961 مؤسسة وشركة ومعمل في قضاء النبطية لم يجري التعويض على أصحابها. 2,144,000,000 ليرة دفعت من جيوب الناس، والدولة تعيد الكشف مراراً وتكراراً في محاولة لكسب الوقت. من شهرين عادوا يجعوا من جديد لإحياء العظام وهي رميم، لا يحيي العظام وهي رميم إلا اللي خالقها. 2006 هيئة الإغاثة العليا وقالوا هيدا المبنى للهدم والبضاعة كليتها للكب. وشو منعمل سألناهم؟ قالوا بتكبها بتتصدق فيها اللي بدك إياه، لأنه المحل له صور وكان مش بس مهدم، لأنه نحن تحت الأرض كان غرقان بالمجارير لأنه فلتت علينا المجارير. اللي كان يصير أيام حكومة الرئيس سنيورة وأيام حكومة الرئيس سعد الحريري رجع تكرر
مع حكومة الرئيس مئاتي في وعود والمصاري بيتحججوا دائما، هيدي الحكومات تتحجج بأنه ما في مصاري بالدولة. عجيب أمرهم، وقت الفساد ووقت الهدر قد ما بدك مصاري بتلاقي، إنما ما عاد ما ندفع ولا لمحل، لأنه هالمحلات بحاجة لاعتمادات لدفع. صريح جدا المدير العام لمجلس الجنوب هاشم حيدر فيما خص التعويضات، يحيل الأمر إلى أسباب مالية. برأيي أنه بس تتأمن المبالغ بيندفعوا سريعا للناس، يعني الإجراءات الإدارية صارت جاهزة. نحن على فيما يختص بمجلس الجنوب نحن ما كشفنا محتويات المحلات، لأنه إيه العاد ولا مرة بنعملها بنعوض على المحتويات، بس على البناء. ما بظن ولا جهة طلعت كشفت على محتويات المحلات. هذا الأمر بحاجة لوجود حكومة، والوضع الحالي أكيد في استحالة لتأمين اعتمادات لهذه المبالغ. بس تتشكل الحكومة وتأخذ الثقة وتبلش مسارها، لابد من تأمين مبلغ، ولو مش ضروري كل المبلغ بس جزء منه، مع أنه برأيي المبلغ بسيط أمام الأضرار اللي كانت حاصلة. ونحن بعدنا على الوعد يا كمون، على الوعد يا كمون. دعا نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إلى تبني صيغة تنطلق من حكومة وحدة وطنية تعمل على إعمار البلد وترسيخ السلم الأهلي والاستقرار على قاعدة ثلاثي القوة، الجيش والشعب والمقاومة. وخلال احتفال تأبيني بذكرى شهداء حزب الله في النبيشيت تطرق إلى موضوع صيدا. ولولا غطاء تيار المستقبل وبعض الذين ينتعشون من حالة الفتنة في مواجهة الأصالة والوطنية والاستقامة لما وصل التمادي إلى حدود ضرب السلم الأهلي والاستقرار، وحتى اللحظة الأخيرة كانوا منحازين. والتغيير بعد سقوط هذا الرمز بالنسبة إليهم هو محاولة للانتقال إلى موقع جديد من أجل أن يبحثوا عن مادة جديدة للهجوم علينا وللاعتداء على الوطنيين الشرفاء. هذا التحريض ضد الجيش وضد المقاومة وتشجيع الفتنة هو الذي أوصل الأمور إلى انفجار صيدلي. نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق يحمل تيار المستقبل مسؤولية أحداث عبرة بسبب التحريض الطائفي، وبلدية عبرة تبدأ رفع الأضرار. حمل نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق تيار المستقبل كل قطرة دماء سقطت في عبرة بسبب ما أسماه خطابه التحريضي المذهبي، ودعاه إلى الإقلاع عن هذا الخطاب رحمة باللبنانيين. كلام قاووق جاء خلال حفل تأبيني أقامه حزب الله في بلدة حارة صيدا. ما معنى أن حزب المستقبل يقدم سيناريو أن الذي حصل هو فخ نصبه حزب الله؟ هذا يعني أولا تبرئة المتورطين في قتل ضباط وجنود الجيش اللبناني، وهذا يعني ثانيا تبرير الدعوة إلى تقسيم الجيش، ويعني ثالثا الانتقاص من وطنية ومناقبية المؤسسة العسكرية الضامنة للوحدة الوطنية وسلامة البلاد. عقد رئيس بلدية عبرة وليد مشنتف مؤتمرا صحفيا تناول فيه ما قامت وتقوم به البلدية على صعيد رفع الأضرار وإعادة تنظيف وفتح الطرقات في عبرة. تأهيل الطرقات من تسفيد وتشجير وتحسين المظهر العام، وقد بدأت البلدية بالتنسيق مع عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني العاملة أصلا في عبرة، من نادي قدموس، مؤسسة الحريري، الحركة الاجتماعية، جمعية فرح العطاء، جمعية الشبيبة الطالبة المسيحية للمباشرة بالمساهمة في إعادة الإعمار والتنمية الشاملة. وفي صيدا ضبطت القوى الأمنية كمية من الأسماك النافقة، وفي التفاصيل أن أحد الصيادين فوجئ بتجمع كميات كبيرة من السمك النافق في حفرة مائية في جوار جبل النفايات، فقام بجمعها ظنا منه أنها لا تزال حية، وسارع إلى بيعها في سوق بيع السمك بالجملة.
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يجدد الدعوة إلى المصالحة الوطنية. رأى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن أمام الكنيسة والوطن حاجات وتحديات عديدة ومتنوعة، مكررا دعوته إلى تصالح رجال السياسة والأطراف المذهبية المتنازعة. كلام الراعي جاء في خلال القداس الاحتفالي الذي رأسه في الصرح البطريركي في بكركي لمناسبة عيدي الرسل الاثني عشر والقديس خوسيه ماريا إسكريفا في حضور محافظ الجنوب نقول أبو ظاهر. لذلك طلبنا أن يتصالح رجال السياسة عندنا والأطراف المذهبية المتنازعة، طلبنا ذلك رحمة بهم ورحمة وتجنبا بالشعب الرازح تحت وطأة الهموم حول المصير وتحت عدم الاستقرار الأمني والأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة. طلبنا المصالحة رحمة وتحننا على ما يتعطل بسبب نزاعاتهم المتمادية من مؤسسات دستورية وحياة عامة في البلاد ومصالح المواطنين والموظفين. رحمة وتحننا على ما يرتكب من تجاوزات وجرائم مغطاة سياسيا واستباحة مخالفة القوانين وميثاق العيش معا من قبل النافذين بقوة السلطة والمال والسلاح. وفي ختام القداس قدم رئيس رابطة آل شمالي التي تحتفل بيوبيلها الماسي درعا تقديرية للبطريرك الراعي لتضحياته وعمله الدؤوب في خدمة الشبيبة والكنيسة ولبنان. الوزير السابق عدنان القصار يمنح في فيينا جائزة المصرفي العربي للعام 2012-2013. في فيينا حيث الربيع يزهر وروداً لا بارود، وحيث أرقام التجارة والاقتصاد تزدهر بفعل الأمن والاستقرار، هناك في العاصمة النمساوية التأمت القمة العربية المصرفية بمشاركة أكثر من 300 مصرفي من العالم، من بينهم رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية الوزير السابق عدنان القصار، والذي منح جائزة المصرفي العربي للعام 2012-2013 خلال احتفالية أقيمت في قصر هوفبرغ الرئاسي. شهادة منح جائزة الشخصية المصرفية العربية 2012-2013 معالي الأستاذ عدنان القصار، يتشرف مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية بمنحكم جائزة الشخصية المصرفية العربية للعام 2012-2013. حضر العشاء التكريمي حشد من المصرفيين ورجال الأعمال العرب والغربيين إلى جانب أفراد من عائلة القصار ومن أسرة فرانسا بانك شاركوه فرحة التكريم. هذه الجائزة المرموقة لا أستأهلها لنفسي فحسب، بل لابد أن يشاركني بها رفيق عمري ودربي شقيقي عادل. أرجو أن أتقدم نيابة عن البنوك البحرينية وبالإصالة عن نفسي وعن أخوتي رؤساء البنوك العربية واتحاد المصارف العربية للأستاذ عدنان القصار بالشكر الجزيل على ما بذله من جهد مخلص كان له أبلغ الأثر في دعم التكامل الاقتصادي العربي، فلكم منا كل التقدير والامتنان أخي وأستاذي معالي الأستاذ عدنان القصار. القصار تمنى أن يكون لهذه اللفتة انعكاسها على الساحة اللبنانية. هذه رسالة اليوم تنعطى لمصرف لبناني أو لمصرف لبناني، هذه تنطبق على مجمل المصارف بلبنان والإطاع كله، فأنا بعتبرها يعني بالفعل إلها قيمة كبيرة إلي بهالظرف الصعب يلي البلد عم بمر فيه، ويلي بتأمل إنه آن الأوان إنه ينتهي، وإنه هالسياسيين يلي عم يتحاربوا طول الوقت على هالساحة يفكروا شوي ببلدهم ويفكروا بالإمكانيات يلي عم بيضيعوها عليه. وكان المصرفيون العرب قد التقوا الرئيس النمساوي هاينز فيشر في قصر هوفبرغ، وقد أكد فيشر على متانة العلاقات النمساوية العربية، موجها تحية خاصة إلى لبنان لاستضافته النازحين السوريين، ولافتا إلى أن فيينا تنتظر زيارة رئيس الجمهورية ميشيل سليمان في تشرين الأول أكتوبر المقبل.
نائب رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية ترعى الحفل السنوي لأطفال الجمعية اللبنانية للتربية المختصة في الوسطى. رعت نائب رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية الوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادي الحفل السنوي لمركز الجمعية اللبنانية للتربية المختصة، والذي يستقبل الأولاد المعوقين عقليا في منطقة البسطة في بيروت، للمشاركة في الحفل السنوي الذي أعدوه لها والذي تضمن رقصات وأشعار وغناء وعزف. وكانت كلمة لرئيسة الجمعية جمال بيضون، شكرت فيها الوزيرة الصلح لوقوفها إلى جانب الجمعية منذ أن تأسست. أيها الحضور الكريم، بالأمس كنا في مركز القديس لوقا لذوي الاحتياجات الخاصة في بيت مري، واليوم نحن في مركز التربية المختصة في البسطة، وغدا سنكون في مركز المكفوفين في النبطية. قضية واحدة تجمع بين هؤلاء الثلاثة، قضية واحدة لا تحكمها مسافة ولا تفرق بينها طائفة ولا يشرزمها مذهب، قضية نسج خلاياها الميثاق الإنساني بعد أن جمعها الميثاق الوطني. إنما الفرق بائن، الأول نسيج حي فيه يبعث الإنسان، والثاني نسيج ميت اليوم فيه يموت الوطن. أيها المعوق، أينما كنت، في الشمال الذي ينزف، أم في البقاع الذي يستباح، أم في الجنوب الذي يكاد ينفجر، أم في الجبل النائي عن نفسه حتى عن الوطن، أم في العاصمة البتراء، اسعد لأنك ما زلت تنعم في بيئتك الخاصة بوحدة المصير والمسار، في حين أن مواطنيك الآخرون يعانون في بيئتهم من جحيم التفتت والتقوقع. لا تطلب منهم الدعم والمساعدة، بل أمدهم أنت بصبرك على ما جناه زعمائهم من إثم في حقهم وحق وطنهم. وفي نهاية الحفل الذي حضره الأهل والأساتذة والإداريين وعدد من المدعوين، توقفت الوزيرة الصلح مع الأولاد وأهلهم مستمعة إلى مشاكلهم، وكانت لقطات تذكارية مع نائب رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية. أهلا بكم من جديد. وزير الخارجية الأمريكي يختتم زياراته إلى الشرق الأوسط ويعد بالعودة قريبا. اختتم وزير الخارجية الأمريكي زياراته إلى المنطقة من دون التوصل إلى اتفاق على استئناف محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية. وقال كيري في مؤتمر صحفي في مطار تل أبيب عقب لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله إنه سيعود إلى المنطقة قريباً. We have made real progress on this trip. أحرزنا تقدماً حقيقياً، وأعتقد أنه مع بذل المزيد من الجهد فإن بدء المفاوضات يمكن أن يصبح في متناول اليد. بدأنا بخلافات كبيرة للغاية ونجحنا في تضييقها بدرجة ملموسة. من جهته رأى المفاوض الفلسطيني صائب عريقات أنه لا يمكن الحديث عن أي انفراج حتى الآن. مباحثات الرئيس عباس مع الوزير كيري كانت إيجابية ومعمقة، لكن لم يحدث أي انفراج حتى الآن، ولا زالت الفجوة في المواقف قائمة. ومن المقرر أن يتوجه كيري الاثنين إلى بروناي للمشاركة في منتدى رابطة جنوب شرق آسيا، حيث سيلتقي أيضا نظيره الروسي سيرجي لافروف للبحث في الأزمة السورية. احتدام المعركة في حمص في ظل حملة الجيش السوري لاستعادة المدينة القديمة وأبرز أحيائها حي الخالدية. احتدمت المعركة في حمص ثالث أكبر المدن السورية في ظل عملية الجيش السوري السيطرة على بعض أحياء المدينة القديمة التي لا تزال خارج سيطرته، أبرزها الخالدية والوعر. وقال نشطاء معارضون أن 24 عنصرا من الجيش النظامي السوري على الأقل قد قتلوا خلال محاولته اقتحام حي الخالدي وأحياء حمص القديمة، غير أن الجيش السوري أعلن تدمير ما وصفها بتجمعات كبيرة للمسلحين في هذه الأحياء. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا عن مصدر عسكري قوله إن الوحدات واصلت ملاحقتها للمسلحين في المزارع المحيطة بمدينة القريتين. وأضاف المصدر إنه تم القضاء على عدد من المسلحين وتدمير أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم في الحي. المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن 3 مدنيين قتلوا في غارات جوية نفذها سلاح الجو بالجيش السوري على مدينة حمص، وقال إن الطائرات الحربية دكت الأحياء القديمة في حمص.
إلى درعا، حيث قال معارضون أن الجيش الحر عزز تقدمه في درعا المدينة بعد سيطرته على مخفرين حدوديين مع الأردن وسط معارك عنيفة مع قوات النظام. وقالت شبكة شام المعارضة على الإنترنت أن الجيش الحر تمكن من السيطرة على المخفرين رقم 35 و36 على الحدود السورية الأردنية، ليرتفع بذلك عدد المخافر الحدودية مع الأردن التي أصبحت تحت سيطرة الجيش الحر إلى 18 مخفراً. وأضافت المصادر أن الجيش الحر سيطر كذلك على 4 كتائب عسكرية، في حين لم يبقى لقوات النظام على طول الحدود مع الأردن سوى معبري نصيب ودرع البلد ومخفرين وكتيبة للهجانة. سياسيا، رأى وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أن تدخل حزب الله في سوريا يعوق انعقاد مؤتمر جنيف 2 لحل الأزمة في البلاد. وأعرب المجلس في بيان له خلال اجتماع تشاوري في المنامة عن إدانته استمرار تدخل حزب الله تحت لواء كما سماه الحرس الثوري، داعيا إلى وضع حد لهذا التدخل الذي سيكون معيقا للجهود المبذولة لعقد مؤتمر جنيف 2. وجدد المجلس مطالبته الحكومة اللبنانية الالتزام بسياسة النائب النفس ومنع تدخل أي طرف لبناني فيها، كما رحب المجلس بنتائج اجتماع أصدقاء سوريا. والآن نبقى كالعادة مع أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم في بيروت، الاثنين 1 تموز 2013، ونبدأ مع النهار. المجلس الممدد لنفسه يبدأ بدعسة ناقصة، جلسة اليوم ب 42 نائبا شيعيا ودرزيا. 30 حزيران 2013، مصر ثارت على مرسي، ملايين تمرد وحجب إخوان رابع العدوية. القوات النظامية تهاجم حمص اليوم الثاني، والسعودية تدعو لتسليح المعارضة فورا. ننتقل إلى السفير، وفيها طوفان بشري يهدر ضد الإخوان ورئيسهم المعزول. مصر: الشعب يسترد ثورته ويحميها من الفتنة. الميدان والشعار الديني بين مصر ولبنان. كاري يتمسك بالحل السلمي في سوريا. الفيصل: المعارضة تقاتل محتلا. بري وميقاتي لا يتنازلان، لعنة الفراغ تصيب المجلس. في الأخبار: تحذيرات من اغتيال بري وقهوجي، بيان رقم 1 ارحل. أما في الأنوار: الشعب المصري ينقذ ثورته، عون ينضم إلى مقاطعي الجلسة النيابية اليوم. في الديار: ماذا سيقول نصر الله لعون إذا انسحب الجنرال من وثيقة مار مخايل؟ الأحد الغاضب في مصر بين مؤيدي مرسي والمطالبين بإسقاطه. مصر على أبواب مرحلة خطيرة والأمن سائب والجيش لا يتدخل. في المستقبل: مجلس التعاون يدين مجددا تدخل حزب الله في سوريا، وفتفت يرد على جنبلاط: السكوت على الحقيقة هو اغتيال للاعتدال. تخطي الصلاحيات يطيح جلسة التشريع النيابية. ثورة يناير 2 تطلق البلاغ رقم 1 ضد مرسي. في البناء: بيرنز على خط التشويش وملف التأليف إلى الثلاجة مجددا. الاحتقان السياسي يطير الجلسة التشريعية اليوم. الملايين يواجهون إنذارهم الأخير إلى مرسي ويقتحمون الميادين. طوفان المصريين يصدع سفينة الإخوان. في اللواء: المزاج السني يغادر مشروع الدولة ويتجه نحو التشدد. مصر: 25 يناير 30 يناير ثورة أم انشطار أهلي خطير. المعارضة للبقاء في الميادين، والجيش يستعد للتدخل وسقوط مئات الجرحى. في عناوين البلد: جلسة البرلمان اليوم أبعد من القلوب المليانة. موسيقى ياني تفتتح ببلوس. ملايين المصريين يثورون على مرسي إرحل. الرياض لتسليح المعارضة السورية. في عناوين الجمهورية: النصاب يطير جلسة التشريع اليوم، وبري يسأل ماذا عدا مما بدا. عون جعجع معتوه والاغتيالات محتملة. ثورة على الثورة، وبقلم الوزير السابق إلياس المر: لا تسقط آخر قلعة للاعتدال. في الحياة: ضحايا في اشتباكات بين متظاهرين معارضين وأنصار مرسي، والشرطة شاركت في مسيرة القاهرة. مصر: الثورة ضد الإخوان تجتذب الملايين، والرئاسة متمسكة بمواقفها. كتب غسان شربل: الإخوان والساعة والبركان. السعودية تعتبر أن المقاومة السورية تخوض حربا ضد محتل أجنبي، وقوات النظام تقطع أحياء حمص لاقتحامها. إدانة خليجية أوروبية لتدخل حزب الله في سوريا. أخيرا مع الشرق الأوسط: السعودية تدعو الاتحاد الأوروبي للبدء الفوري في رفع حظر التسليح عن المعارضة.
سعود الفيصل، المقاومة السورية تقاتل محتلا أجنبيا، مصادر عسكرية للشرق الأوسط، مهمتنا حماية الشعب ولا نسمح بحرب أهلية، مرسي نادم على الإعلان الدستوري، مصر في الميادين والعالم يراقب. كان في النشرة سهرة ضد مرسي. عون للجديد. أنا بدي أطيع الجلسة بكرة. أمير قطر، اللبنانيون وضعهم مصان. ويليام بيرنز وصل بيروت وافتتح زيارته بجملة. وفي النشرة ظلام بيروت، خف النور وارتفعت التكلفة. جبران باسيل عنده حقد على العاصمة. ختام نشرتنا، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.